لكن فكرنا الكابتن محمد عودة نجم المقاولين اللي درب محمد صلاح في مرحلة الناشئين وسألوا هاني حتحوت السؤال اللي بيلح على الناس، هو صلاح أهلاوي ولا زملكاوي؟ صدقوني أنا مش معني خالص إن صلاح يبقى أهلاوي ولا زملكاوي، صلاح مصري. لكن أما وإنه طرح السؤال، خلينا نشوف محمد عودة كشف عنه بإيه. مين كان دايما اكثر جديه، اهلي ولا زمالك؟ الاثنين والله، بس الاهلي كان اكتر. الاهلي كان يعني كان عايزه بقوه وكل شويه يبعتوا لنا مندوب وكلامه ونبقى نقول للواد يقول طيب ان شاء الله. وبعدين جه عرض بازل فمحمد انا يعني احنا شايفين لك الاهلي احسن، بازل لسه هتروح وهتشوف والعرض مش قوي. لا انا عايز احترف، انا عايز احترف وانا مركز في الاحتراف. طب اطلع روح اختبارات. راح هناك قعد اختبار فتره وهو والنني وسبحان الله. هو اصلا اهلاوي ولا زملكاوي؟ واهلاوي. اهلاوي. اهلاوي. عودة بياكد انه صلاح اهلاوي، وصلاح قال قبل كده ان انا اهلاوي اسماعيلاوي وبحب الاسماعيلي. خلينا نقول انه صلاح مصري بيفخر بالاهلي جدا، بيعتز بالاهلي جدا، بيستلهم روح نجم النادي الاهلي الكبير الكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص على الحضور، هو الكابتن حسن حمدي الرمزي الاهلاوي الكبير، كابتن حسن شحاتة والكابتن جمال عبد الحميد كتير كانوا في حضرة الفرعون المصري تكريما واحتفاء بشاب مصري قدر يصل للعالمية بجد ويقول لكل مصري في كل مجال تقدر.